وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد جاسم محمد الباحث في الأمن الدولي والإرهاب ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، أكد أن هذا الإنجاز الذي حصدته مملكة البحرين يؤكد على مكانتها المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. أن تحصل مملكة البحرين على هذا على هذه النتيجة يعني بدون شك يعطيها مكانة متقدمة في محاربة التطرف والإرهاب. يذكر بأن مؤشر بازل قدم الكثير من الانتقادات إلى أمهات الديمقراطيات في أوروبا. على سبيل المثال كانت هنا في ألمانيا مؤسسة فيركارد وكذلك اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال كانت هي ذاتها متورطة ربما بالتراخي وعدم اتخاذ المعايير، هذا على مستوى أوروبي، فما بالك أن تحصل مملكة البحرين على هذا. هذا يعطيها مكانة متقدمة خاصة في موضوع غسيل الأموال.